أسعدتم صباحا، أهلا بكم في هذا البث الخاص من I24 News لمواكبة الانتخابات الإسرائيلية. الإسرائيليون يقترعون للمرة الثالثة على التوالي خلال عام في الانتخابات العامة. معي هنا في الاستوديو الإعلامي خميس أبو العافي والمحلل السياسي، سينضم إلي من مدينة القدس المحلل السياسي شلومو جانور، وأيضا شبكة مراسلين في أنحاء البلاد. يعني قبل بدء الحديث نتطرق لنشاهد مع عن تقرير يتطرق إلى تصريحات نتنياهو المقرب من بنيامين نتنياهو في تسريبات صوتية، يعني وتصريحات تؤجج ما كان سائدا من أن الحملة الانتخابية لحزب الليكود تعتمد على ما وصف إعلاميا بالتحريض. فلنشاهد. سلسلة كشف التسجيلات المحرجة تصل إلى مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناتال إيشل، حيث تم الكشف عن محادثة أجراها العام الماضي يقول فيها إن ما يحفز جمهور المصوتين لدى الليكود هو الكراهية، وأضاف ليس كلهم وإنما فقط غير الأشكناز أي اليهود الشرقيين. الآن في هذا الجمهور أدعوه غير الأشكنازي، ما الذي يسخنه؟ إنهم يقولون ماذا هم؟ هل سيفعلون هذا بي؟ سوف نريهم. لماذا يكرهون وسائل الإعلام؟ يكرهون كل شيء. استطعنا تحفيز الكراهية، هذه الكراهية ما يوحد معسكرنا. ميري ريجيف تقوم بعمل رائع، صحيح أنها دابة لكن لا علاقة لذلك، هي تقوم بعمل ممتاز. تأتي هذه التسجيلات في ظل مساعي الليكود لرفع نسبة التصويت في معاقل الحزب، الضواحي التي يقطنها اليهود الشرقيين المعروفين بولائهم لليكود منذ سنوات السبعينات، عندما استغل زعيم الليكود آنذاك مناحم بيجن تصريحات فنان مشهور منتمي إلى اليسار ليكسب الشرقيين إلى صفه. أما الآن فيستغل منافس نتنياهو بيني غانتس التسجيلات لنفس الغرض. التصريحات العنصرية المنبثقة عن بنيامين نتنياهو وصديقه وأمين سره ناتان إيشل بأن اليهود الشرقيون من السهل تحريضهم وبالإشارة للوزيرة ميري ريجيف أنها بهيمة هي تصريحات مثيرة للغثيان. أنا لن أسمح بأن تشتعل حرب أهلية في دولة إسرائيل مع كل خلافاتي مع هذه الوزيرة وأراءها، ولن أسمح أن يهان مواطن إسرائيلي واحد. لعقود صوت اليهود الشرقيين لصالح اليمين والليكود، فهل من الممكن أن تؤثر هذه التصريحات التي تخرج من البيئة المقربة جدا لنتنياهو على قرار البعض؟ أرحب مجددا بالإعلامي والمحلل السياسي خميس أبو العافية. أستاذ خميس أسعدت صباحا مجددا. يعني بعض الإسرائيليين والمحللين السياسيين وصفوا هذه الدورة الانتخابية بدورة التسريبات، ما هي التداعيات المحتملة لهذه التصريحات الصادرة عن المقرب جدا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناتان إيشل على الناخب الإسرائيلي؟ أولا كل من استمع إلى ما يعني تم تسريبه من تسجيلات صوتية تؤكد ما كان يعني معتقدا إعلاميا وفي الأروقة السياسية من أن حملة الليكود على مدار الجولات الانتخابية الأخيرة هي اعتمدت على سياسة التحريض، تحريض طرف واحد ضد الطرف الآخر. هذا أمر من شأنه أن يؤجج الاختلافات والانقسامات الداخلية في إسرائيل، وهنالك من خشى ويخشى من أن يؤدي استمرار ذلك إلى الاقتتال الداخلي، وهذا ما لا تريده إسرائيل. أنا أعتقد بأن من يحب بنيامين نتنياهو ويريد بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء في إسرائيل لن تؤثر عليه هذه التسريبات، ومن يكره ويبغض بنيامين نتنياهو فلن تؤثر عليه لأنه لديه قرار بأنه سيصوت ضد بنيامين نتنياهو. ولكن ربما هذه قد تلقي بظلالها السلبية وسيكون لها تداعيات سلبية على شريحة في المجتمع الإسرائيلي التي ما زالت حتى يوم أمس تتخبط ما بين البديلين، هل تصوت لمعسكر اليمين وتمنح بنيامين نتنياهو ولاية إضافية أم تصوت من أجل معسكر اليسار وسط وتمنح إسرائيل البديل الذي يعني ترتئيه
شرائح كبيرة في المجتمع الإسرائيلي. سنعود للحديث بالتحديد عن هذه الفئة. اسمح لي أن أتوجه إلى المحلل السياسي في مدينة القدس السيد شلومو جنر. سعدت صباحا مجددا سيد شلومو. يعني حزب الليكود خرج واعتذر عن هذه التصريحات الصادرة عن نتان إيشل وقال إنها لا تمثل حزب الليكود الذي يعني يسعى للمساواة الاجتماعية. هل تعتقد بالفعل بأن سياسة حزب الليكود واعتذار حزب الليكود يعني يعكس توجهات بالفعل يتبناها هذا الحزب؟ أعتقد بأن الخط الذي اتبعه الليكود في حملته الانتخابية هذه المرة كان خط إعلامي سلبي، سمح لنفسه باستعمال جميع الوسائل السلبية، التجريح الشخصي، ومع استعمال كافة الوسائل لتحقيق الهدف، بما في ذلك أيضا التجريح وأيضا استعمال موضوع التفرقة وحتى استعمال زلة اللسان. التبرير في هذه المرة هو زلة لسان عن بدون قصد ولكن لها أثر. قادة حزب الليكود ورئيس الوزراء استنكر هذه التصريحات ولكن ربما ستترك انطباع هامشي لدى جمهور أنصار الليكود، ولكن بصورة رئيسية من خضع للحملة الانتخابية كون رأيه من قبل، والحملة الانتخابية سواء سلبية أو الحيادية لم تؤثر بقدر كبير على شرائح كبيرة من المجتمع الإسرائيلي. الليكود باعتذاره لمن قصدهم المستشار إيشل أي القادمين اليهود من دول شمال أفريقيا وخاصة من المغرب، أعتقد بأنها زلة لسان عادة تقع فيها الأحزاب المختلفة، والتاريخ الإسرائيلي تاريخ الانتخابات علمنا بأن هذه زلات اللسان أثرت بقدر ما، ولكن سرعان ما حسن الليكود أخطأوا واعتذروا عن هذه الزلة. اسمح لي أن أتوجه إلى مراسل آي 24 نيوز بليغ صلاح الدين من مدينة تل أبيب. أسعدت صباحا بليغ. يعني الشرطة الإسرائيلية حذرت من قضية الفيك نيوز أو الأخبار الزائفة التي قد نترقبها اليوم بخصوص الكورونا، ما هي آخر الأنباء في هذه القضية؟ نعم، صباح الخير شام، من هنا من تل أبيب. أنا متواجد في مركز تل أبيب، وكما تحدثت عن قضية الفيك نيوز وكل الأخبار الزائفة بما يتعلق في قضية انتشار فيروس كورونا. يعني يوم أمس قام بيني غانس رئيس حزب كحول لافان المنافس لحزب الليكود بنشر على صفحته في فيسبوك عن هذا الموضوع، ربما كان أول من نشر حول هذا الموضوع، واتهم بنيامين نتنياهو وحزب الليكود بشكل عام أنه يخلق هذه الأخبار التي بدأت تتدفق من يوم أمس، حيث قيل أن هناك حالة لفيروس كورونا في أحد الأماكن العامة في بلدة تدعى جيفعتايم، وهي تعتبر معقل للحزب كحول لافان ومعقل للمركز يسار بشكل عام، هي قريبة جدا من تل أبيب. ويعني لاحقا قيل أن هذه الحالة يعني لم تكن فعلا حالة للكورونا، فقام باتهام حزب الليكود بهذا الأمر. طبعا الليكود يعني رد عليه وقال أن لا يوجد أي أمور كهذه، هذه فقط أكاذيب التي يخلقها بيني غانس من جهتهم. أيضا بليغ، يعني نشر بأن صناديق خاصة معدة للتصويت للمصابين أو للمشتبهين بالإصابة والموجودون في العزل الصحي جراء فيروس كورونا. بليغ، يعني ما هو المتوقع من أداء مدينة تل أبيب بخصوص نسب التصويت وأيضا الجهات التي ستصوت لها في الغالب؟
نعم بطبيعة الحال يعني فقط حديثا عن الصناديق الخاصة هي 5000 هناك 5630 شخص موجودون في الحظر في الحجر الصحي آسف وسوف يستطيعون التصويت في نهاية الأمر في هذه الصناديق. المتوقع من تل أبيب كما هو متوقع دائما في كل العقود الأخيرة مع تل أبيب هي معقل المعسكر المركز يسار. أغلبية الأصوات في الانتخابات السابقة شهر أيلول كانت لحزب كحولوفان، 43% من الأشخاص صوتوا لحزب كحولوفان مع بالمقابل 19% صوتوا لحزب الليكود. بشكل عام نسبة التصويت هنا كانت قريبة من نسبة التصويت في مجمل البلاد التي كانت 69%، في تل أبيب 62%. دائما تل أبيب تكون أقل أو تتهم أنها أقل من النسبة العامة، وهذا ما ينوي أن يضغط عليه ويكثف جهوده هنا حزب كحولوفان بقيادة بيني غانتس. ذهب في نهاية الأمر إلى معقله، يريد أن يساعد ويريد أن يحث الجمهور في تل أبيب وفي معاقل المعسكر إلى الخروج للتصويت، لأن هذا هو مفتاح الفوز بالنسبة له. شكرا لك في هذه المرحلة مراسل آي 24 نيوز بليغة صلاح الدين، وقد حدثتنا من تل أبيب. أعود إليك سيد خميس يعني وبالحديث عن هذه الطبقة التي خرجت هذه التصريحات ويعني أثارت نوع من الارتباك، لكن معروف بأن هذه الفئات اليهود الشرقيين وأيضا يعني الفئات الاجتماعية التي يعني تعاني من درجة فقر معينة في إسرائيل معروف بأنها داعمة لحزب الليكود بالغالب، لكن هل ستؤثر هذه التصريحات على قرار هذه الفئة بالتصويت في هذه المعركة الانتخابية؟ لا، أنا أعتقد بأنها لن تؤثر سلبا على هذه الشريحة، لكون هذه الشريحة تعتبر نفسها من أقوى المؤيدين والمناصرين لحزب الليكود، لا سيما لشخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استطاع على مدار سنين طويلة بربط أو بإنشاء علاقة وطيدة مع هذه الشريحة في المجتمع الإسرائيلي من خلال لقاءات مستمرة وكذلك الخطاب السياسي والخطاب الذي يعتمده بنيامين نتنياهو في محاورة هذه الشريحة، يعني يعتبر الداء العامل الأول والرئيس للعلاقة الوطيدة ما بين هذه الشريحة وحزب الليكود ولا سيما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يعرف من أين تؤكل كتف فيما يتعلق بالمعامل مع هذه الشريحة. يعني في أحدى الخطابات عندما التقى مجموعة من اليهود الشرقيين قال لهم بأنه بحث ووجد بأن يعني جذوره هي شمال إفريقية، وهذا بالطبع يعني مبتسبا ومتباهيا بالأمر. نحن نعرف بأن جذورها ليست شمال شرقية إنما أكثر غربية، ولكن هو يعرف كيف يخاطب هؤلاء، يعرف كيف يعني يعانق هؤلاء. أحزاب المعارضة لا سيما كحولوفان موسومة من قبل هذه الشريحة لأن هي من العلية الاجتماعية الأشكنازيم البيض الذين يعني الموضوع يعود إلى سنين أولى لإقامة دولة إسرائيل، عندما هذه الشريحة في المجتمع الإسرائيلي ظلمت من قبل قيادة الدولة في حينها التي كانت كلها من اليهود الغربيين. ونحن نعرف أن هذا الظلم أدى إلى خلق مصطلح في علم الاجتماع يسمى إسرائيل الثانية، وذلك في إشارة لهذه الشريحة التي يقال بأنها نسيت بشكل متعمد من قبل يهود الأشكناز اليهود الغربيين يعني الذين قادوا الدولة لأكثر من 30 عاما، إلا عندما تم الانقلاب السياسي في انتخابات 77 واستطاع مؤسس حزب الليكود رئيس الوزراء الأسبق منحيم بيغن بإسقاط حكومة العمل لأول مرة منذ إقامة دولة إسرائيل. من هنا ما أود أن أقوله بأن هذه الشريحة من المجتمع ورثت أبنائها وأحفادها الظلم والغبن الذي لحق بهم من قيادة الدولة التي كانت غالبا تعتمد على يهود الغربيين. اسمح لي أن أتوجه الآن إلى المحلل السياسي في مدينة القدس شلومو جانور. سيد شلومو، يعني هل تعتقد بأن حزب أو تحالف بالأحرى كحولوفان بزعامة بيني غانتس استطاع أن يرد على هذه التصريحات يعني بحنكة سياسية؟
أعتقد بأن أحد أخطاء الحملة الانتخابية لحزب أبيض أزرق بأنها كانت فاترة ولم تكن ناجعة وكانت متأخرة ولم تأخذ زمام المبادرة في ترسيم ووضع وتحديد جدول الأعمال وأيضا توجيه التيار العام في البلاد أثناء الحملة الانتخابية. وأيضا في مثل هذه الحالة بالنسبة للموضوع زلة اللسان لمستشار نتنياهو، أيضا كان حزب أبيض أزرق متأخرا بالرد على الموضوع، مثلا على ذلك بأن هذا الكشف تم فقط أمس الأول وليس قبل أسبوع الذي كان بوسع أبيض أزرق استغراقه لفترة طويلة لإفهام الجمهور. أعتقد أن هذه من أخطاء الحملة الانتخابية ولذلك سوف لا يترك سيد شلومو أيضا تسريبات أخرى يعني صادرة عن مدير الحملة الانتخابية لبيني غانتس زعيم تحالف كحول لافان يصفه بها بأنه يعني ضعيف وجبان وغير قادر على مواجهة إيران. إلى أي مدى يعني انحدر مستوى التراشق الإعلامي ما بين الكتل الكبيرة الليكود وكحول لافان؟ للأسف شديد هذا ما ذكرته في بداية هذا الحديث، أي الحملة الانتخابية التي تبعها الليكود كانت حملة انتخابية سلبية ارتكزت على التجريح الشخصي، استعمال أحداث وتضخيمها إلى درجة عدم قدرة الطرف الثاني على نفيها، استغلال أشياء تاريخية لا يمكن إعادة الذاكرة إليها. كل هذه العوامل استغلها الليكود في حملته الانتخابية السلبية خاصة ضد شخص بني جانس. اسمح لي أن أنوه إلى أن فيكتور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو قام بالتصويت منذ لحظات وفي تصريحات يعني أدلاها قال مخيرا الجمهور إما دولة ليبرالية وإما دولة شريعة يهودية. سيد خميس يعني هذه التصريحات أو هذه الحالة هي لربما ما قادت إسرائيل إلى انتخابات ثالثة بحيث أن أفيكتور ليبرمان يعني امتنع عن اختيار صف في الانتخابات السابقة. يعني أنا أرى في تصريحات أفيكتور ليبرمان في هذه الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية هي يعني تعكس موقفا صريحا في الانتخاب. في الجولة الثانية رأينا أفيكتور ليبرمان يطلق التصريحات عن وجوب إقامة نظام ليبرالي في دولة إسرائيل وعدم الخضوع والخنوع لمن وصفهم بالشريحة التي تريد أن تقود إسرائيل إلى دولة يعني إلى دولة شريعة مشابهة لإيران وهلم جرا، ولكنه لم يتخذ موقفا فيما يتعلق بهل سيؤيد اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو أم أنه سيؤيد معسكر اليسار وسط بقيادة بني غانتس. ولكن كل من تابع تصريحات هذا الرجل في الأسبوع الأخير يرى بأن فيكتور ليبرمان قال بصراحة بصريح العبارة بأنه لن يؤيد ولن يدعم بنيامين نتنياهو، مما تسبب ذلك بفقدانه لمقعدين أو ثلاثة مقاعد، ولكنه أصر على الاستمرار في هذا المنوال، ما يعكس بأن هذا الرجل بعد الانتخابات أنا أعتقد سيتخذ موقفا واضحا فيما يتعلق بدعم البديل لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. قال يعني اللآت الثلاث لا لنتنياهو، لا للقائمة العربية المشتركة ولا لانتخابات رابعة، لكن ما السيناريو المتاح بالفعل؟ أنا أعتقد بأنه هو قد يقبل في نهاية المطاف على حكومة تقوم بدعم تحظى بدعم القائمة المشتركة ولكن خارج نطاق الحكومة، لأن نحن نعرف حتى يعني في قلب حزب كحول لافان يعاز هندل وتسبيكا هاوزر يعني صقور يمينية متشددة، وأيضا بوغي يعلون لن تقبل بأي شكل من الأشكال سيناريو بموجبه نرى بأن القائمة المشتركة أو حيز منها
مشاركة في الائتلاف الحكومي، ونعتقد أيضا بأن قيادة كحول لافان تدرك في قرارة نفسها بأن ذهبت إلى هذا السيناريو، هذا سيقضي عليها في الانتخابات القادمة. ولكن ما هو مقترح؟ أن السيناريو الموجود وفقه أو بحسبه تحظى كحول لافان بدعم جيشر العمل ميرت وكذلك أفيغدور ليبرمان وحزبه ودعم خارجي لي من القائمة المشتركة، ربما قد يؤدي هذا السيناريو إلى هروب بعض الأحزاب المتدينة التي تعتمد على الميزانيات، تترك حزب معسكر اليمين وتذهب إلى شراكة مع بيني غانتس على أمل بأن تضمن لنفسها الدعم المالي التي هي بأحوج، يعني هي بحاجة إليه بشكل يعني. اسمح لي سيد خميس أن أعود إلى المحلل السياسي السيد شلومو. يعني بيني غانتس قال بكل وضوح عبر التلفزيون الإسرائيلي القائمة العربية المشتركة لن تكون جزء من الحكومة، لن تدعم حكومة ضيقة، لن تدعمها من الخارج. لكن هل بالفعل لبيني غانتس يعني فرصة بأن يكون رئيس وزراء وأن يشكل حكومة بدون دعم القائمة العربية المشتركة؟ استطلاعات الرأي العام الأخيرة التي نشرت تشير بأنه لا يمكن لمعسكر اليمين وأيضا لمعسكر اليسار الوسط بالحصول على 61 صوتا وتشكيل الحكومة القادمة بدون دعم من ليبرمان من جهة وأيضا من القائمة العربية المشتركة من جهة ثانية. ولذلك أعتقد أنه ما قاله بيني غانتس وربما تأملات قبيل فتح صناديق الاقتراع، ولكن في نهاية المطاف عندما ستظهر النتيجة وستبدأ المفاوضات الائتلافية سيصل إلى استنتاج ما إذا هو فعلا حصل على أكثرية الأصوات وكلف بعملية تشكيل الحكومة سيصل إلى النتيجة التي لا مناص منها بالاعتماد على القائمة العربية المشتركة سواء بإشراكها داخل الحكومة، وهذا استبعد هذا الاحتمال، ولكن سيرتكز عليها كشبكة أمان خارج الحكومة، أي الاعتماد عليها سواء بالتصويت أو الامتناع للتصويت وتأييد حكومته. في هذا الظرف أعتقد بأن غانتس عندما يتحفظ من القائمة العربية المشتركة وإشراكها في الحكومة ولأسباب دعائية قبيل فتح صناديق الاقتراع، ولكن الأمر سيتغير بعد ظهور النتيجة. نعم. سيد خميس، هل تعتقد بالفعل بأن النتيجة ستتغير بعد صدور النتيجة بخصوص قرار بيني غانتس يعني والقائمة المشتركة؟ أنا أعتقد بأن يعني ما كنا فيه سنصبح عليه فيما يتعلق بالتعادل، ربما مقعدين لصالح معسكر اليمين أو مقعد أو مقعدين لصالح معسكر الوسط يسار، وهذا بحد ذاته ربما قد يمنح من حظي بالتفوق هذا التفويض الأول لتشكيل ائتلاف حكومي. ولكن حكومة تعتمد على أغلبية ضئيلة جدا، على أغلبية مقعد أو مقعدين، لا يمكن أن تقود إسرائيل إلى 4 أعوام من الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي. نحن ندرك جيدا بأن الأزمة السياسية في العام الأخير أدت إلى قلاقل وعدم استقرار سياسي وأيضا أمني وكذلك اقتصادي، وكان للأمر تبعات سلبية جدا على المجتمع الإسرائيلي وعلى الاقتصاد الإسرائيلي. لذلك في نهاية المطاف يعني أنا حتى لو حظي بنيامين نتنياهو بأكثر من مقعد أو مقعدين، يعني كيف لرجل سيواجه بعد 15 يوما محاكمة جنائية في القدس يستطيع أن يقود إسرائيل في ظل تحديات خارجية وداخلية قوية جدا؟ يعني أنا قلت يوم أمس بأني تصوروا وضع بأن أثناء محاكمته وهو يمثل أمام هيئة القضاء فجأة يرد إليه اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا سيفعل؟ هل سيقول المحكمة أوقف المحكمة؟ فلدي اتصال من الرئيس الأمريكي كما فعل عندما خضع للتحقيقات الشرطية. نحن نعرف بأن في خضم
التحقيقات الشرطية، ورد إليه اتصال من رئيس دونالد ترامب، تبين فيما بعد بأن يعني هذا الاتصال دبر له، وكان بعد جاء بعد تنسيق من قبل سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر من المقربين لبنيامين نتنياهو. أنا أعتقد بأن إسرائيل ليس لديها يعني ليس لديها ما لدى الآخرين دول أخرى. إسرائيل لديها تحديات يعني كيانية خارجية وداخلية، تريد حكومة مستقرة تعتمد على رقعة تأييد كبيرة جدا وليس على رقعة ضئيلة جدا. من هنا ما أود أن أقوله، أنا أعتقد بأن لا يعني لا أستبعد سيناريو أن في نهاية المطاف إما من كحولفان يعني يهرب بعض أعضاء الكنيسة لينضم لمعسكر اليمين، أو من معسكر اليمين قد تهرب بعض الأحزاب الدينية لتنضم إلى معسكر الوسط يسار. شكرا لك الإعلامي السيد خميس أبو العافية، المحلل السياسي شلومو غانور، وقد حدثتنا من مدينة القدس. نشكر مراسل آي 24 نيوز بلغيخ صلاح الدين في مدينة تل أبيب. إلى هنا نهاية التغطية حتى الآن، لكن نعود وإياكم عند رأس الساعة لمواكبة الانتخابات الإسرائيلية الثالثة. إلى اللقاء.